مزعج اه، مقلق لا يا باشمهندس. قبل ما نشوف ايه المزعج وايه المقلق يحضرني هنا في يعني كان لازم في ختام الفقره الماضيه لازم نقول ختام مقالين. الختامين عاجبيني جدا. تسمح لي اقراهم؟ اتفضل. واحد يخص الاستاذ حسن المسكاوي اللي كاتب محلل الماتش وكاتب اسبابه وكاتب الشروق النهارده. لكن اخر فقره خاتم بيها بقى حاطط نقطتين. قد يكون تعادل الاهلي مع الترجي بطعم الخساره، وقد يكون التعادل بطعم الفوز، ولكنه في النهايه تعادل. هذا ما جرى في برج العرب، فلا شيء من ذلك في كره القدم الا في خيالنا. لا يوجد شيء اسمه تعادل بطعم الفوز، ولا يوجد تعادل بطعم الخساره، ولا يوجد قطعا تعادل بطعم الكاتشب. هذا فقط تجدونه في اكياس البطاطس. البطاطس عجباني قوي لانه فعلا احنا ساعات كده قفل دماغي في برضه. اما حضرتك بقى استاذ ابراهيم المنيسي في الاخبار كاتب اما قبل، يعني عايز يرجع الى ما قبل المباراه وتصوراته واحساساته، فبيقول الاهلي والترجي مباراه صعبه. ده كان قبل ده في جورنال الخميس. دي كانت قبل المباراه. شوف هذا الاحساس بالمباراه، يعني الاهلي والترجي مباراه صعبه وطويله، وعلى لعيب الاهلي ان يعو جيدا انها مجرد شوط اول والثاني في المنزه يوم 23 هذا الشهر، وايا كانت نتيجه غدا اللي هي اللي فاتت دي فالمباراه ما زالت مستمره وكثيرا ما حسمها الاهلي هناك. هذا الكلام قيمته انه اتكتب قبل المباراه، ونؤكده ونكرره يا استاذ ابراهيم بعد المباراه. ختامين كان ينبغي ان اختم بهم الفقره الماضيه، ولكن دعنا نتحدث الان عن هذا المزعج. هذا المزعج الغير مقلق. هذا المزعج غير المقلق هو هذا الخطأ الذي صدر من الكابتن شريف اكرامي. ليه مزعج وليه مش مقلق؟ المؤكد ان انا لو واقف جون او المهندس عدلي او اي حد من حضراتكم ممكن جدا يمسك الكرة ديت. لا يمسكها، لا انما يتصدى لها. اوكي يمسكها يطلعها، المهم مش هتدخل فيه. ده مش معناه ان احنا ننفع نوقف جون. فبالتالي هو ده السلم ستيك، الخطا الساذج، الخطا المزعج، الخطا الرخم الغلس، لكنه لا يقلق لانه ما يقيسش مستوى، ما يقللش من قيمه وكفاءه حارس مرمى دولي كبير بقيمه. ما هو ده اللي احنا عايزين نقوله، يعني احنا يعني مناقشه الاخطاء السهله بمعيار الكفاءه سذاجه. سذاجه للي بيحلل. ايوه يعني بمعنى ايه؟ الدكتور اللي ينسى فوطه في بطن مريض لحظه اهمال لا يكون عامل عمليه لا تقلل من علمه، ولكن تقلل من تركيزه من اهتمامه. ربما اعتمد على مساعد جنبه. هنا اهمال لثانيه للحظه يحصل خطا مزعج. ولكن وهو يبقى عبقري، وهو دكتور جراح على اعلى مستوى. لان دي اخطاء ملهاش علاقه بالمهاره. ايوه دي اخطاء لها علاقه بالحاله مش بالكفاءه. بالحاله هو كابتن اكرام يمكن ما كانش في يومه، وقعت من ايده اكتر من كوره. يعني ما كانش في يومه، يعني هو مش في ايام انت كده تبقى حاسس انك اداك في كل حاجه مش هيبقى على اعلى مستوى، تمسك القلم مش مطوعك، وانت وتيجي لحظه وانت مسترخي كده تجد المقاله بتنساب منك. اكرامي بمعيار الكفاءه لا كفر. اكرامي بمعيار الرجوله والشخصيه راجل وعنده شخصيه. اكرامي بمعيار الاخلاص وعشق الاهلي هو مخلص وعاشق للاهلي، ولكن سوء البخت اتكررت مرتين، مره الموسم الماضي ومره الموسم ده. فالناس في ربط بين حاله التوهان او حاله السرحان لما تجيله كره سهله. اذا هي كره سهله، عارف الكره دي لو صعبه كان هيعمل ايه؟ كان هيطير يطلعها بالبوكس. طبعا هيبقى مستعدلها. انما هو اللي طمعه ان سهوله الكوره، فسهوله الكوره خليته طلع انا ضامنها ايده فتحت سنه.
فوجئ بها انزلقت من ايده. خطأ مزعج جدا جدا بتدعياته، بتأثيره على النتيجة، بتأثيره على الموقف العام، بتأثيره على المود بتاع المشجعين، قول زي ما تقول، بتأثيره على الكابتن إكرامي نفسه انه شاعر انه هو قد يكون سبب لعدم فوز الأهلي والتأهل. ولكن هل هو يقلقك بالمعايير الفنية؟ لا، سيظل إكرامي حارس كفر جاهز بدنيا وفنيا، صاحب ريكورد في نظافة الشباك. ما هدي يعني برضو يا جماعة هم يعني برضو مش عاجباهم قوي المعترضين. لا ما يعترضوا، ما هي بس انا لما اقول بالارقام 23 مباراة في موسم بشباك نظيفة لازم الراجل يحيى ويقدر ونعرف كيف كحارس. احد معايير الكفاءة طبعا، يعني احد معايير الكفاءة لو هو، لكن هم عارفين انه كفء. هم نفسهم لما كان بيتسأل مين يحرس مرمى مصر لحد ما قبل هذه المباراة، مفيش واحد من جمهور الأهلي ما بيقولكش شريف إكرام، واحد. فإنك أنت تبقى تحت تأثير النتيجة، لو كسبنا 5-2 كانت اتبلعت الكرة دي. فإذا هو مش مسؤول لوحده. في فرص ضاعت كتيرة. إنما هو خطأ مزعج، ولكن لا يقلقني لأنه لا يمس المهارة ولا يمس الكفاءة. بالظبط. هي مس لحظة من عدم التوفيق النادر التي ما بتتكررش كتير، ما بتتكررش كتير، لكن تحدث في اي الملاعب. ده احنا ما اعرفش اذا كانوا مجهزين لنا في كل الملاعب، هتشوف غرائب وطرائف من اخطاء حراس المرمى. واخد بالك، ومنهم حراس مرمى كبار. يعني لا، لم ينجو احد من هذه الاخطاء. بدايه احسن حارس في تاريخ مصر عصام الحضري له اخطائه، ولكن لم تقل ابدا من كفاءته ولا ثقه الناس فيه. دعونا نضع ثقتنا، حتى هو كمان يضع ثقته في نفسه. مش عايزين يتكلم كتير بقى من هنا لحد المباراة، لا دفاعا ولا هجوما، عايزين يركز بقى، ينسى ان المباراة دي. نصيحتي لإكرامي، شريف إكرامي، انسى هذه المباراة واسترجع. انا اصلي اعرف شريف إكرامي عندما يريد ان يكون جاهزا بدنيا بيعمل ايه، والتضحيات اللي بيعملها، وبيتمرن ازاي ومع مين، وعدد مرات التدريب في اليوم، وعلى اعلى مستوى. يعني اتاحت لي ظروف ان انا اعلم من الناس اللي بتمرنوا او الناس اللي بتتمرن معاه في الاماكن دي. فهو الراجل لا يتوانى ولا يبخل بجهد ولا باخلاص انه جهز نفسه صح. وزي ما استرد نفسه السنه اللي فاتت، زي اليومين دول بالظبط امام الهجوم الضاري اللي اتعرض عليه، يكرر نفس التجربه وليكن باذن الله مفتاحنا في الصعود. كابتن شريف، هي دي الحياه، منحنيات ومطبات. القوي، الشخصية القوية، وانت كده فعلا، اللي يقدر يعدي المنحدر والمطب عشان يوصل سرعته وبقوته. وما اعتقدش انه شريف إكرامي اللي وصل لهذه القيمة في حراسة مرمى منتخب مصر ومرمى النادي الاهلي ممكن يتهز من مجرد مطب حصل له وحصل لناس كتير قوي. شريف إكرامي ما كبرش بعد المباراة، بل أثناء المباراة أنا شفته في الملعب وهو بيعتذر لزمايله وبيعتذر للجمهور، وحتى لما صدر صوته بيقول يا رب، كانت نجدة للسماء أنه ربنا ينصفه في ماتش صعب زي ده، لأنه حس أنه أخطأ، وأخطأ الخطأ الذي لا يجب أن يحدث من أي حد. بيسموه في الرياضة أن فورسد ميستيك، خطا لا مبرر او لا ضروره له. بالزبط. ولا مبرر له بالزبط، لانه مالوش دعوه بالمستوى. حتى عارف بيفكرني بايه؟ يعني نادال ولا فيدرير ولا سامبرس ولا حاجه، والكوره فوق كده ويروح طاير في الهواء عايز يضربها سماش، يروح حاططها في سن الشبكه. بيسموها انفورسد ايرور. هذا مش يا حلو يعني بيسموه الاخطاء التي لا تتوقعها ولا مبرر لها، لكنها تحدث من اعتى الناس. اوكي جو قلبت بانه الجزئيه خلاص. شريف إكرامي قال بعد المباراه انه اعتذر عن خطأ امام الترجي، و لسه الامل موجود. وانا قلت لكم اول كلمه بدانا بها الحلقه، لسه الامل موجود، وطالما في امل وطالما في فرصه في الاهلي وفي الرغبه وفي الروح، وباذن الله تعالى في الفرحه. شريف بيعتذر لزمايله ولكل جمهور النادي الاهلي عن ما حدث، والكابتن حسام البدري
بمسؤوليه الكوتش الكبير. قال ان انا برفض الهجوم على اكرامي ولا تحمله المسؤوليه وحده. وده الحقيقه روح الانسان عند حسام البدري، دي ما كانتش موجوده عند الخواجه الكبير مارتن يول لما تخلى عن كل ثوابت المدرب الكبير وخرج يهاجم الحارس بتاعه. ده ما يحصلش من مدرب كبير، وقلنا كده وقتها انه ما ينفعش، انا ما ينفعش السفينه في عرض البحر وواحد من افراد طاقم القياده وليه دور مهم جدا في السفينه اخطا خطا اقوم اغرقه والسفينه في عرض البحر. فبالتالي لا، تصرف حسام البدري كان تصرف مدرب كبير يعي حجم المسؤوليه وتاثير الحارس وقيمه اللاعب. فبالتالي الراجل رفض اتهام او تحميل شريف اكرامي وحده المسؤوليه وقال شوفوا الفريق كله، زي ما في لاعب اخطا، في لاعب اهدر فرصه، في لاعب ارتكب فاول، في لاعب اثر في تغطيه، في لاعب في الجون الاولاني في واحد ما مسكش ده ولا واحد مسك ده، في دفاع سرح للحظه، كلها على بعضيها مسؤوليه جماعيه. زي ما كل الفريق مسؤول عن التسجيل ومسؤول عن احراز هدف ومسؤول عن تحقيق بطوله، الكل يتحمل المسؤوليه. فالحقيقه كان موقف مسؤول من الكابتن حسام مش البدري، مش بس الكابتن حسام البدري اتفق معاه، حتى الكابتن اسامه نبيه سئل نفس السؤال. ما هي بقى الناس تبقى موضه، تبقى اسئله هتخرجوا يعني. طب ما بتقولش كده على الفيرود اللي بيضيع فرصه ليه؟ ومن تحت حلق المرمى. ايوه. هل هيتم استبعاده؟ طبعا كابتن اسامه نبيه قال نفس الكلام اللي احنا بنقوله، ده حارس كبير ونصف حراسنا، وهذه خطا لا علاقه له بتقييم فني لحارس مثل اكرامي، هو محطوط في حساباتنا وكل حاجه. عبد الظاهر السقا قال نفس الكلام، وقال في تونس باذن الله يعود اكرامي. هو 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 عدم توفيق قلما يحدث للاعب كبير بس، ومش عايزين نديلها اكتر من كده. طيب تعال بقى نشوف كيف اثيرت هذه الامور في برضو استوديوهات التحليل، استوديوهات التحليل برضو الكابتن وائل جمعه، نشوف حظ وعدم توفيق غريب جدا من شريف، وقت صعب جدا يا كابتن. ثقه مبالغ فيها، يعني ثقه ان الكره في ايده خلاص. نعم. يعني انا حزين طبعا على شريف جدا جدا، حتى هو حزين على نفسه واعتذر للجماهير. ما كنتش اتمنى انه يدخل فيه هدف بالشكل ده، ولكن منتهى سوء الحظ طبعا لشريف، بيجي له الخطا في توقيت صعب جدا وفي مباراه مهمه جدا، ولكن ادى مباريات كتير كويسه يا كابتن اخضر، وانقذ كرات كتير للنادي الاهلي. زي ما بقول سوء الحظ ومنتهى عدم التوفيق ان انت يجي لك خطا في مباراه زي كده بالحجم ده، انما هو انقذ الاهلي بصراحه في مباريات كتير قبل كده. فعشان ما يعني مش عايز احمل شريف، لكن كل الاخطاء لا تغتفر يعني. يعني طبعا مستحيل مستحيل انت مستحيل انت في مباراه بالحجم ده ويكون تركيزك مش موجود. نعم. يعني مستحيل مباراه بالحجم ده ويكون تركيزك مش موجود، ولكن بيحصل، كل اللاعبين بيخطئوا يا كابتن. وشريف زي ما بقول انقذ الاهلي في مباريات كتير، جزء من اللعبه، وانقذ الاهلي تحديدا قدام الترجي، واحنا بنلعب في الترجي انقذ اكتر من كوره قبل كده في مباريات الترجي في تونس. وانا راين على شريف في مباراه العوده، لان صعب ان انا اغير حارس أكيد. بيلعب كل المباريات، واجي لعب الحارس بديل في مباراه المباراه اللي جايه. هو خلاص كابتن وائل جمعه بخبرته الكبيره طبعا اشار الى اصل، هو شريف اكرامي كان هيحرس مرمى مصر والنادي الاهلي الا اذا كان له مباريات كبيره، فمش عايزين نقول انقذ. طبعا طبعا هينقذ، ويعني هو كلاعب قادر على هذا، ولكنه يعني الحقيقه وائل بيراهن عليه في مباراه العوده، هو دي الكلمه المهمه. ثقه كابتن وائل في شريف، بيراهن على مباراه العوده، بيقول يجب ان هو يعني في توصيه غير مباشره انه لازم يلعب مباراه العوده. طيب ما نشوف انيس بوجلبان. بتشوف ازاي فرص النادي الاهلي ان شاء الله في مباراه العوده يا كابتن انيس؟ لا فرص كبيره، يعني الاهلي استقل وتعادل في النهائي وانتصر في تونس كيف يعني يعني مباراه تونسين، نتصور انه نتيجه ظاهريه تظهر مطمئنه فرضيه للترجي، لكن في النادي الاهلي يقدم النادي الاهلي رغم بعض الصعوبات او بعض المشاكل، لكن فريق قوي، فريق عنده حلول هجوميه، كما قلت يعني
بعض الاخطاء اللي عملت الفرق. فنتصور انه مباراه القاهره لم تضح باسرارها، ومباراه تونسي منفصله وما فهمناش حتى يعني ما نتصورش انه الترجي في اذهانهم ولا في فكر جماهير الترجي ولا حتى لاعبي الترجي والفني الترجي انه اختار خطوه نحو المستقبل، لانه نتيجه 2-2 نتيجه غير مريحه وتخلي حظوظ الفريقين متساويه. يعني بالنسبه لي انا متساوي، علاش متساوي؟ لان الاهلي خارج القاهره فريق عنده شخصيه، فريق متعود بالالقاب، وفريق عنده ثقافه، يعني ما تلعب شيء. نتصور انه مباراه ان شاء الله بتكون حتى خير من مباراه. طبعا فهمت كل حاجه، كلام واضح جدا ويعني سهل جدا، والتليفون كان واضح جدا. يا ريتكم تقولوا لي عليه بعد الحلقه. انا التسجيل الصوتي ما فهمتش ولا كلمه. فكنا غير حظوظ الفريقين استنتج. لكن زميله بقى بيقول عليه ايه؟ الحقيقه الفيديو اللي جاي ده موقف محترم، موقف محترم من لاعب محترم ونحييه عليه، لانه الشناوي حارس مرمى الزمالك. الناس فارضه منافسه في اجواء المنتخب بين الشناوي وشريف وعصام الحضري، وكان عصام الحضري بحكم السن ورغبه الجهاز الفني للمنتخب ان هو اللي يلعب اساسي فبيلعب اساسي، لكنه المفاضله ما بين شريف والمنافسه مع الشناوي مخليه الاثنين فعلا دايما وابدا مبصوص لهم نظره فيها شيء من التنافس. امبارح بعد فوز الزمالك على الداخلية، مذيع احدى القنوات وهو بيسأل الشناوي قبل الراجل ما يتكلم على المباراة، بعد ما اتكلم على فوز فرقته قال له لا انا في رسالة مهمة عايز اتكلم فيها عن شريف اكرامي. نشوف احمد الشناوي اتكلم قال ايه. تقول لي شريف اكرامي بعد مباراه نقطه مهمه كنت عايز اتكلم فيها. انا عايز اقول حاجه يا جماعه، يعني ما ينفعش اللي اولا اللي بيحصل، كل حارس ليه اخطاء، والكره يعني الكره لو ما فيهاش اخطاء مش هتبقى كره قدم. انا عايز بس اقول للناس اللي بتتكلم على شريف اكرامي، شريف اكرامي السنه اللي فاتت افضل حارس موجود في مصر، والسنه اللي فاتت انقذ النادي الاهلي من هزايم كتير وانقذ الفريق من هزايم كتير. عايز اقول للناس تقف معاه وتدعمه، عندهم ماتش عوده ان شاء الله يقدر يوصلها. كل التوفيق لشريف اكرامي. كلمته امبارح؟ انا كلمته، كنت معاه النهارده في الجيم، كان موجود في جي دبليو ماريوت، واتكلمت معاه، هو اخويا الكبير واقرب حد ليا. شريف كان فين النهارده؟ امبارح تاني يوم للمباراه. قابله في اللي قابلته في الجيم. قابلته في الجيم. يبقى الاثنين بيتمرنوا، يعني اللعيبه دلوقتي هو ده اللي بيشتغل على نفسها كتير. بتشتغل على نفسها. وعلى فكره بيروح لواحد تاني مخصوص كمان. طبعا هو بيذكرنا، اصل ما فيش حاجه تخلينا نسحب ثقه من لعيب كبير ابدا مهما اخطا. طبعا. تقييم، هو عدى التقييم. في لعيبه عدت التقييم خلاص. معلش حصلت بايخه، مقلقه، غلس قوي، لا. يعني مزعجه، مقلقه، لا، لان لا تمس الكفاءه. زلت، عارف زلت اللسان بالظبط. يعني انما بقى زلت حارس. وعشان نذكرهم بتحصل في احسن العائلات. طب تشوف عمرو اديب الاول؟ ده لازم اشوفه. انت عندك حاجه لعمرو؟ لازم. متعاطف جدا مع اصدقائي من النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيلعب بره الدوري انا ببقى متعاطف جدا، انا ببقى واقف مع النادي الاهلي ضد اي فرقه تانية. نتيجة اللي حصلت النهارده نتيجه غريبه، او يعني المباراه كانت احداثها غريبه. فانت قاعد في نيويورك لا يسعك غير ان قلبك يبقى بيهفهف او بيرفرف مع النادي الاهلي في محنته. وعايز اقول يا جماعه ارحموا اكرامي، اكرامي جون كويس بس بتحصل لاي حد، يعني ياما جوان كتيره يجي يمسك كرة كده تعدي من ايده زي ما حصل مع اكرام، يجي يمسك الكرة من تحت حصلت مع الحضري تعدي من ايده ومن رجله. يعني وارد جدا ان هذه الاشياء تحصل. فانا مش عايز بس ابقى مسافر بره مصر ولا ايه. وبعدين الاهلاويه الاصلة، يعني الاهلاويه المحترمين تشوفهم على المواقع وعلى النت وعلى الحاجه والحواديت ديت، يعني واقفين صح وسد منيع. انما زي ما حضراتكم شايفين الصور،
المفروض انه المواطن الاصيل يقف جنب النادي بتاعه في وقت الزنقه. اكرامي غلط، غلط الدفاع، مش عارف ايه، كل الكلام ده مفيش اي مشكله. حدش بقى يتريق اكرامي وقع ازاي واكرامي حصل له ايه واكرامي بتاع. حبيت بس وانا برضو في نيويورك كده ايه اكون متابع مع حضراتكم وشايف مع حضراتكم اللي بيجرى، علشان ايه ما نسيبش النادي الاهلي لوحده، وهو ده النادي اللي احنا بنحبه وبنقدره، وان شاء الله يعمل حاجه كويسه في البطوله الافريقيه. ده الاستاذ عمرو بتاع نيويورك، عايزك تفضل في نيويورك يا استاذ عمرو. ومش عارف تفضل معانا كده، وحشتنا والله. الراجل انا بحبه جدا، عمرو اديب ده راجل قماشه لوحده. قول لنا انت في شويه حاجات كويسه جدا بقى. هو اعظم هو عمرو اديب قال ايه؟ قال لك ده خطا بيحصل من كل حراس العالم، وذكر يمكن افتكر العصام الحضري واحده جه يمسكها دخلت بالرجليه، كان مع الاسماعيلي وخرج الاسماعيلي من البطولة الأفريقية بيها. ده خطأ يحصل بين أفضل من يحدث من أحسن حراس العالم. جولة سريعة كده على بعض اللقطات عشان نقول لكم هي بتحصل في أكبر العائلات. كاسياس حارس ريال مدريد الأسطوري الكبير دخلت فيه واحدة غريبة نفكركم بيها. 2015 το σούτ και θα δούμε εδώ στην επανάληψη πόση ευθύνη φέρει ο Κασίγιας. Μεγάλη. Το σούτ πάει στο κέντρο της εστίας, περνάει βέβαια από πολλούς παίκτες, δεν είχε καθαρό οπτικό πεδίο ο Κασίγιας. Προσπαθεί να πιάσει την μπάλα, του φεύγει, περνάει τη γραμμή, 1-0 Αθλέτικο στο 13. طيب يا باشمهندس في ثلاث فرق اما بتلعب بعض كلها كلاسيكو. ريال مدريد برشلونه اتلتيكو. فاتلتيكو مدريد ديربي كمان. مدريد ويجي يمسكها ما يلاقيهاش، يعني يشوف اهميه المباراه. في ايده وكاسياس العظيم. في ايده ما يلاقيهاش، ده كان واخد احسن حارس مرمى في العالم. صحيح. مش في ايه ده، يعني حطاه بايده ولا يعني في متناوله. في متناوله بالظبط زي الخطا بتاع كابتن اكرامي السنه اللي فاتت. هذا يحدث، هذا يحدث، ما انتش عارف الموقف بيكون شكله ايه. ولكن طيب ده كاسياس برضه في ريال مدريد نفس. شوف بقى. Primera mitad Sanabria. Va a recortar ahí Sanabria. Tuvo que casi regatear a Mateo Laoz. Se la va a llevar Durmisi dentro del área. Colgando el balón para el disparo. Y atento, se le escapa el balón a Keylor Navas y el gol del Betis. ¡Gol! Del Betis. No sé si se acaba de cavar su propia tumba Keylor Navas, pero el error es monumental. Con las críticas que estaba recibiendo. El balón atrapado, se le escurre y acaba remachando el balón al fondo de la portería el jugador del Betis. Ahí está Durmisi, llega Sanabria, la tenía atrapada, Keylor se le escapa, es gol en propia puerta de Keylor Navas. Sí, un error gravísimo del portero del Real Madrid, ¿no? Como incomprensiblemente no agarra ese balón y se lo mete en propia puerta. Como muy, muy lento, muy torpe, como que no agarra el balón, ¿no? طيب حد شاف الجول ده؟ ده الراجل مسكها وباينلها بايده اليمين زي ما تكون حته جمره ولا يعني، وبعدين في الاخر حطها بايده اليمين وخلص يعني. بيفكرني بالكابتن احمد ماهر، معلش هقول لكم الحكايه دي. كنا بنلعب نادي الطيران. وعندهم لعيب اسمه نبيل مهران في خط الوسط. كل ماتش يجيب جول في كل الفرق، فواخدين بالهم منه قوي يعني. نبيل مهران ده شاط كوره من 30 يارده ضعيفه جدا، نط عليها الكابتن عصام عبد المنعم. فهو هيمسكها خلاص زي نفس ده، بس كان متقدم شويه. كان احمد ماهر جاي
منزعج جدا راح زقها من عصام، فطلعت قدام عصام كده بمتر، راح طاير تاني عصام راح زقها تاني احمد ماهر، راح مديها بره ال 18 لمين؟ نبيل مهران حطها في الجول. عصام بيزعق له قال له يا اخي ايه اللي بتعمل ده؟ قال له الله ما انت مسكتها هي فرخه. اهي دي فرخه بتاعت نفاس دي، والله فكرت باحمد مهر الله يرحمه كان دمه خفيف. طيب بوفون العظيم اسطوره الكره الايطاليه واسطوره اليوفي، دخل فيه هدف مرعب نشوفه. حرجة وحرجة جدا، 35 نقطة من 8 حالات فوز، خطيرة، جول، هي جول، هي جول، نعم يأتي التعادل، التعادل يسجل من موريل. كرة القدم هذا اللي كنا نقوله، 1-0 ما تطمن، نعم ما تطمن، ويأتي التعادل من البديل من الكولومبي موريل. موريل يتقدم ويسدد ويسجل، لكن الخطأ وين؟ الخطأ من من؟ الخطأ عندما يخطئ بوفون، عندما يخطئ بوفون، هو عملها في الشوط الأول مرة. ده خطأ من بوفون برجله، هي دي الثقة، الثقة زيادة جايه له لقاها سهله راح زقها طولت منه وجول، خلصت الورطه، خلصت اتورط. طيب ما نشوف كمان هدف في مرمى شوارزر حارس تشيلسي. ابن الحادية والعشرين يتفوق على ابن الاربعين بعد هذه العودة بالكرة الى شوارزر، والخطأ الفادح، الكرة على القائم الايمن، لاميلا لا يرحم، هدف اول لمصلحة روما. ذئاب العاصمة تتكلم وتأتي بالهدف الاول في شباك تشيلسي بعد الخطأ الفادح جدا، خطأ لا يغتفر لمارك شوارزر، هدف اول لمصلحة نادي روما بالخطأ الفادح كما نشاهد عودة الكرة باتجاه شوارزر، لا يحسن التعامل لكن ايريك بصراحة دي جديدة. جديدة قوي. عمل 1-2 مع القائم عشان المنافس ياخدها. هل دي ليها مبرر؟ هل دي تخلي الناس تقول ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ده ينفع ولا ما ينفعش؟ شوارزر كمان اسمه ايه؟ يعني عندك ريال مدريد، عندك اليوفي، وعندك تشيلسي، كاسياس وبوفون وشوارزر، طيب ونفاس ونفال نفاس في ريال مدريد تاني. طب عندك بقى كمان حارس ريدينج، ده زار، ده الجون ده زار لوحده قصه. ريدينج الانجليزي، نشوف الجون ده. امتلك على الطرف الايسر، يمرر لسانشيز، مرور وتقدم، تسديده خطيره راحت. ده بيعوم بقى. ده بيعوم، مش ما بيدورش على الفرخ. لا دي سمكة زفوية. بصوا يا جماعة، ايه الفرق بين الناس دي وبيننا احنا؟ بصراحة كلهم بتحصل منهم، احنا فقراء قوي، فقراء في تفكيرنا وفقراء في تعاملنا مع الامور، فالحاجة اللي لما بتحصل بنقف عندها كتير قوي، الحاجة الصغيرة الكويسة او الوحشة، يعني تلاقينا الثقافة الاوروبية الناس ناضجة بما يكفي، بحيث انه خطأ حصل هو اوكي، عارف انه ده خطأ سيلي مستيك، خطأ ساذج غريب عجيب يحصل فبيعديها، ما بيقفش عندها كتير. احنا بقى الحاجة الصغيرة، المنشطات والجرايد والبرامج والتحليلات ودلوقتي السوشيال ميديا والناس في الشارع، خلاص بقت قضية الحياة هذا الخطأ. مرة حسين السيد حارس الزمالك اللي هو دلوقتي مدير كرة في نص التسعينات تقريبا، في مباراة أفريقية بيمسك الكرة استقرت في إيده وفجأة رماها لوراه في الشبكة، شبه دي أو أسهل منها كمان، استقرت في إيده كمان. النكتة فين؟ إنه ساعتها جاب الكرة من الشبكة ويلعب ضربة مرمى. فأنا بعديها بالصدفة قابلته قلت له أنا عايز أعرف إيه اللي في دماغك؟ إيه اللي في دماغك إن أنت تجيبها من الشبكة وتلعب ضربة مرمى؟ مش كورنر حتى. قال لي أنا مش مصدق إن كده تبقى جون.
من الصدمه اللي حصلت مش قادر يصدق انها كده تبقى جون. بره الناس بتتعامل مع المساله. انت بتقول بيعدي ملمح من ملامح الشخصيه المصريه المبالغه في الصغيره والكبيره طبعا حتى في المواقف. يعني لو انت كسر عليك سواء توك توك ولا ميكروباص ورحت باصص له كده يروح شتمك ويروح نازل ماسك الصليبه وبعدين تقول له يا عم بالراحه علينا مش عارف ايه بدعابه كده خلاص يا عم الحاج ما استحملنا في ثانيه في ثانيه تنتهي كل حاجه في حين ان الموقف ده كان ممكن ينتهي بجناية. يا حد متعور يا حد مقتول بجنايه هي لو انت استفزيت بقى ورحت فاتح الباب يروح مديك بالبتاع المفتاح الصليب. هذا هو التوجه في المشاعر اللي ملوش معيار ملموم يعني او منطقي. يا كده يا كده. فارجو ان احنا نبقى في النص شويه في كل حاجه في حياتنا. حياتنا هتختلف والله جدا. كل ده ورغم قطعها ادرامه ما زالت تعبث. بعد الفاصل.